بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي زملائي المحامين، يسعدني وزملائي أعضاء النقابة أن نرحب بحضراتكم في أهم بداية للمحاماة وهي أداء القسم واليمين، وهو قسم ينبئ عن حجم المسؤولية والمهام التي يتحملها المحامي طوال أدائه لهذه الرسالة. وأعتقد أنه بات من الواضح أن المحاماة مش وظيفة ومش حرفة وليست مهنة ككل مهنة. المحاماة رسالة، رسالة للدفاع عن حقوق الناس والمجتمع والوطن، رسالة للدفاع عن كل القيم النبيلة في هذا المجتمع، رسالة للدفاع عن الحق والعدل والحرية والديمقراطية في مواجهة الظلم والظالمين والمعتدين الغاشمين. هذه القيمة اللي كرسها الدستور، اللي كرسها الدستور وقال إن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع. الدستور ذاته هو اللي نص على مسؤولية الدولة عن كفالة حق الدفاع للمواطنين وضرورة كفالته لكل المواطنين سواء بسواه. الدستور ذاته أكد على أنه دعم استقلال المحاماة هو أساس كفالة كفالة حق الدفاع لدى كل المواطنين. إذا كان هذه هي المسؤولية الدستورية اللي ألقاها المجتمع في رسالته الدستورية إليكم، يبقى لازم نبقى جاهزين لتحمل هذه المسؤولية. هذه الجاهزية لها شروط ولها قواعد ولها ضوابط رسمها القانون بمختلف فصوله، وأيضا كرستها التقاليد والقيم والأعراف المهنية للمحاماة. إحنا ما عندناش متسع من الوقت لكي نشرح كل التفاصيل ولا كل الضوابط، ولكن لدينا بعض الوقت نتحدث عن مدخل هذه الضوابط. مدخلها هو الانضباط الشكلي والموضوعي. انضباط الشكلي من حيث المظهر، أن يكون مظهر المحامي لائق بالمهمة التي يؤديها، بالرسالة التي يتحمل مسؤوليتها. ما ينفعش حد نقول عليه بيدافع عن حقوق الوطن والمواطنين وعن الديمقراطية وعن الاستقلال وضد الظلم والعدوان ويبقى مظهره غير لائق. ما ينفعش. ما ينفعش المحامي يبقى موجود في المحكمة أو في النيابة أو في أي مكان قضائي يؤدي فيه مسؤوليته، وحتى في مجتمع حواري، ويبقى المحامي في مظهر يقل عن نظرائه وأقرانه. المحامي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون أقل شأناً من القاضي أو وكيل النيابة أو أي مسؤول في الدولة. إحنا بنعتبر المحامي أعلى نقطة لدينا. اللي مش عايز يؤمن بدي أو مش مهتم أو مش معتقد بصحتها ما ملوش مكان دي، مش هينفع معانا. مش هينفع معانا لأنه مش مؤمن بقيمته اللي هي جزء من هذه الرسالة اللي كلنا بناحية من خلالها وبناحية فيها. ولما أتكلم عن مظهر المحامي هو شكل زيت كامل
الذي يجب أن يكون عليه المحامي. مش ممكن، ما ينفعش المحامي يدخل المحكمة وهو لابس تيشيرت أو قميص وبنطلون أو لابس جينز أو لابس كوتشي أو لابس أي شيء لا ينبئ عن إنه بالمظهر اللائق الذي يؤدي به المحاماة. الأمر مرفوض تماماً وغير مقبول تماماً، ويقلل من شأنك تماماً قبل الآخرين، يقلل من شأنك، لأنه في النهاية انطباع المتعامل معك من حيث المظهر هيقلل من شأنك لما يشوفك في مظهر مش كويس. هيسألك هو أنت محامي؟ إذا سألك أنت محامي صف تماماً أنك نزلت 75% من قيمتك، لأنه شك في أنك بمظهرك ده ممكن تكون محامي. لذلك أن نهتم بهذا المظهر، ليس القضية قضية شكلية، مش بدلة وكرافتة وخلاص، لا، قيمة لابد أن تكون بهذا المظهر، لأنه ده يمثل قيمتك، ده يمثل مضمونك اللي احنا هنتكلم عنه، فيجب أن تحافظ عليه. ده للمحامي. طب المحامية، المحامية عندنا ملهاش زي محدد، لكن عندنا حد أدنى من الاحتشام، حد أدنى من الاحتشام يحمي الفتاة المصرية، يحمي المحامية من أن تكون في أي لحظة من اللحظات محلا لعدوان بصري أو ذهني. بصري يعني تلفت الأنظار بشكل يجعل نظرات الناس إليها غير لائقة. ذهني هو أن يفكر أحد في أنها ليست بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه كمحامي. إحنا واثقين إنه مجتمعنا المصري الشرقي متدين متمسك بالحد الأدنى من التقليد. إحنا ما عندناش زي محدد، ما عندناش نقاط ولا حجاب ولا غيره، عندنا حد أدنى من الاحتشام اللي يحمي هذه البنت أو يحمي هذه الفتاة من العدوان اللي إحنا بنتربص ضده أو بنواجهه. ده أمر في غاية الأهمية. ما ينفعش المحامية تبقى موجودة بلبس شفاف أو قصير أو كاشف أو ما إلى ذلك من العيوب اللي حضرتكم تشوفوها. ده له مكانه، له في البيت، له في المكان الخاص اللي هي بتتواجد فيه. لكن المحكمة، النيابة، قسم الشرطة، أنا من المحضرين، أي مكان بتؤدي فيه عمل كمحامية ما ينفعش تلبس إلا اللبس المحترم زي اللي أنا شايفه. أقل من هذا غير مقبول وهنحاسب عليه. ولن نقبل على بناتنا إن هما يكونوا عرضة لرؤية سلبية، ولا نقبل من أي محامية أن تقلل من اعتبار نفسها فتسيء لباقي زميلاتها وباقي زملائها. إحنا ملتزمين التزام عام، أنتم ملتزمين لهيئة مهمة، هذه الهيئة يجب أن تحافظوا عليها. الشكل وحده لا يكفي، المظهر وحده مش كفاية. مش كفاية إنك تبقى لابس بدلة كاملة وكرافتة بس، لا، لازم تبقى كمان عندك قدرة ومقدرة قانونية وثقافة قانونية تؤهلك لكي تؤدي هذه الرسالة وهذا الواجب، بالقراءة، بالاطلاع، بالبحث، بالدراسة، بالشهادة، بالماجستير، بالدبلوم، بالماستر، بالدكتوراه، بأي وسيلة، بقراءة الأحكام، بتتبعها، بالاطلاع، بالحضور الجلسات، بحضور معهد المحاماة، كل دي وسائل، كل دي وسائل لدعم ثقافتك القانونية. لأنه إحنا عارفين كويس إنه الجرعة القانونية اللي بياخدها الدارس في كلية الحقوق لا تكفي لكي تجعل منك لا قاضي ولا محامي ولا أي أداء قانوني حقيقي. أيضا لكي تتميز، تكون محامي متميز، ما تكتفيش بالحد الأدنى القانوني. أنت درست القانون وحفظت القانون كويس، ده ما هيعمل منك محامي جيد، إنما مش هتبقى متميز، مش هتبقى متفرد بقيمة أو بميزة عن أقرانك. فيجب أن تثقف نفسك الثقافة العامة في كل مناحي الثقافة. لازم المحامي يبقى مثقف في الرياضة، مثقف في التاريخ، في الجغرافيا، وفي العلوم، وفي كل ما يمكن أن يمتد إليه ذهنه أو أدواته المختلفة، علشان في النهاية هي دي القيمة اللي أنت بتحصلها لكي تكون في المكان الذي يليق فيك بيك في المحاماة ويليق بالمحاماة في المجتمع. النهاردة في متغيرات جديدة في قانون المحاماة، جعلت فترة التدريب محدودة والبقاء في الجدول العام محدودة سنتين، بعد سنتين في مهلة 6 شهور علشان يعيد.
يتأيد بعد سنة يتأيد من أول وجديد هيسقط قيده. تجب للجادين في الاستمرار بالمحاماة منكم ان هم يعتبروا هذه المدد اعتبار حقيقي. وقانون المحاماة هيطرح في النقابة وفي الأسواق قريبا علشان يبقى في متناولكم. كثير من القواعد والضوابط يجب أن تطلع إليها ويجب أن تدركوها علشان مصلحة المحاماة ومصلحة المحامين ومصلحة حضراتكم.